مين اكتر حد في الوسط الفني قريب منك؟ والله كتير، بس يعني الناس الحقيقي قريبه مني قوي قوي ومعايا في كل، يعني بحس ان هم حتى لو مش بنشوف بعض كتير لكن معايا وقريبين من روحي قوي. بشرة، شيري عادل، احمد صفوت واحمد زاهر، و لا ناس كتير، سماح انور، سوسن بدر قريبه ليا جدا. يعني حبيتي كم مره لقاء؟ مش هقول لك اسالك اسامي. ليه مش هسالك اسامي، انا بقول لك عدد، يعني مش هسالك اسامي. لا حب. بصي كل مره الواحد بيحب فيها بيفتكر ان هو ده الاعظم. لما رجعنا ورا كده خطوات اكيد شفنا كل حاجه بحجمها الطبيعي. هقول لك على حاجه، انا بعد ما عديت ال 40 اكتشفت ان في فرق كبير قوي بين الحب، بين الاعجاب تعود، وبين التعود. قلبك جامد قوي وعديت ال 40 عديت ال 40 بشويه كتير. يعني بتقولي كده عادي ولا ايه؟ ده انت نادرا لما تلاقي واحده بتقول على يعني محدش بيقول. دي لا انا لسه نونو عندي 20 سنه. انا المهم روحي ايه؟ المهم شكلي الحمد لله إيه؟ هو السن اصلا مش رقم، السن حاله. زمان الناس كانت بتعيش فوق الميات، يعني اللي كان بيعيش 80 60 سنه دول ايه ده؟ ماتوا بدري. تلاقي بنت عندها 20 سنه وتحسيها نطفيه وعجوزه ما هو ده الناس بتقول ان انت شكلك ما يبانش عليه سنك ليه؟ لانه اولا روحك حلوه الحمد لله، روحي حلوه. ثانيا لا بشيل ولا بكره ولا ببص ابدا عن حاجه مش في ايد حد. حبيتي كم مره؟ ما اعرفش، مش عارفه اعد، لانه انا بقول لك يعني دي في فرق كبير بين الحب والتعلق صح. طب سؤال، هل في علاقه في حياتك تتمني ترجعي؟ ارجع لها مش تاني؟ مش هسالك على اسامي. في علاقه تتمني انك ترجعي؟ وكانت المشكله من عند مين؟ ممكن تكون المشكله من عند الشخص، انا ما عرفتش اعمل ردود افعال كويسه لاني كنت صغيره، مش شرط صغيره سنا، صغيره عقلا. كان ممكن يعني انا لو ما بقول كل واحد في مرحله معينه، لان ولو انا مثلا في الاربعينات وكنت في علاقه في الثلاثينات، لا كان ممكن اتصرف بشكل مختلف، يعني اكت بشكل مختلف، اتحمل بشكل مختلف. انا دايما مشكلتي ان انا دايما رد فعل، وده في احيان كتير مش حلو. احيان كتير انت ما بتبقاش بتحكي للي قدامك ايه اللي مضايقك. مش ده معناه ان انا ابقى زنانه، يعني مش قصدي ان انا ابقى زنانه وابقى شكايه، لكن احيان كتير بصبر بصبر بصبر، ودي مشكله فيا ان انا بصبر بصبر بصبر، فجاه بيجيني لحظه بتنفجري. لا مش بنفجر، بقفل. تقفلي وبقفل اللي قدامي ما بيبقاش مصدق. لا وليه؟ انا ما عملتليش حاجه. انا فعلا بقفل تماما. وده غلط. غلط، لانه انا لما كبرت شويه بالظبط، لما كبرت بقيت اقول لا لازم اقول اللي قدامي، لان احيانا كتير اللي قدامك يبقى مش ساحر عشان يعرف يعني بالظبط. وما قلتليش ليه؟ انا ما اعرفش. لا بس انا ليا وجهه نظر مختلفه، انه اي حد كبير وعاقل وناضج عارف، هو بالذات لو عشرك عارف يضايقك ازاي ويفتك ازاي. حاجه ابسط من كده، انا وجهه نظر ثانيه كده. انا شايفه ان اقول جعانه عشان اقول عطشانه، ليه هنقعد بقى ندور؟ بس في فرق، اصل احنا الستات غير الرجاله، واحنا دايما مصرين انه لا لازم نبقى شبه بعض. احنا مش شبه لا بعض. طبعا ومش لازم عشان ترتبطي وتعملي علاقه ناجحه في الجواز او في الحب ان انتوا تبقوا شبه بعض. لا 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 خالص، صح. ممكن تبقوا تتكاملوا بالظبط، ممكن تبقوا شبه بعض، بس لازم الستات بتحب مثلا وهي متضايقه تشتكي وتتكلم، الراجل اللي هو متضايق عايز يعيش في الكوكب التاني بتاعه يفكر. ده مش معناه ان هو متجاهل الست، لكن هو معناه انه حاسس انه يقدر يحل المشكله دي لوحده الاول، وبعدين لما يحس انه مستعد نفسيا هيكلم هيجي يحكيها. مظبوط. اما في ايه المشكله ان احنا نقول ايه المشكله لما الست، يعني ايه لو هو مهتم هيعرف يعني ايه؟ يعني هو ربنا لا هو حد عايش معاكي طول عمره؟ هي انا بالنسبه لي ابسط ما تقول بالظبط. ليه نقعد نضارع وقتنا؟ وليه الراجل في نفس الوقت يشيل جواه دي قصدها ودي قصدها؟ الموضوع الحكايه في التربيه، احنا ما تربيناش على الصراحة وعلى الانفتاح، صح، وتربينا اننا نكبت مشاعرنا في كل حاجه في الزواج، عيب وغلط. حتى الست لو قالت لجوزها انها بتحبه، لا لا ده كده هيركب ويدلدل. والراجل نفس الحكايه. انت ما ايه ده؟ ايوه على فكره والراجل الام بتربي الولد انه ما ينفعش عشان ما تركبش عليك وعشان مش عارف ايه. فيفضلوا هما الاثنين خايفين لحد ما يجي، فيفضلوا هما الاثنين مش بيعبروا عن مشاعرهم الحقيقيه لحد ما الحياه تبوظ. التربيه التربيه التربيه، احنا للاسف في مجتمعنا عندنا تابوهات، يعني اللي هي اسمها ايه، اصنام كتيره جدا. دي حقيقه، اعتقدنا انها هي دي الحياه اللي هي من الدين،
ولا هي من التربية، ولو كسرناها مش هيحصل أي حاجة، ولازم تتكسر عشان يحصل فيه تفاهم بين الناس، ولازم حاجات كتير جدا عشان العلاقات ترجع تدوب لأن الناس ما بقتش طايقة بعضها. طب لو رجعت لورا هتمسحي كام علاقة أو كام قصة حب؟ ما هو انا همسح لانه هستمر في قصه حب حقيقيه، فلازم شيء طبيعي. شايفه ان كانش ينفع اللي هو انا اللي وداني هنا؟ لا انا مش من وقت، انا متاكده ان كل تجربه بتحصل لي بتعلم منها. تمام. حتى في سني ده ليه بقى؟ يعني سوري، يعني انا حماره جات لي ورقه اسئله جاوبت غلط، ما هي شيء طبيعي انه يجي لي نفس الاجابه مزبوط. انا جاوبت غلط، هفضل طول ما انا بجاوب غلط مش هعدي المرحله اللي بعدها. صح. وربنا خلقنا كده، انت مخلقك عشان تتعلم وعشان تتهيأ. فانت دلوقتي في 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 ثالثه اعدادي وبتسقط، ازاي عايز تبقى في تخش جامعه؟ مش لما تعدي الاول. صح. النقط اللي صح. انت غلطت فيها عشان تخش المرحله اللي بعدها. صح. انت تقولي لجمانه لا، عمرك ما هترتبطي بالشخص ده. ما اقدرش اقول لجمانه لا على اي حاجه، حتى لو انت شايفه ان في شخص مش مناسب. انا هنصح، انا هنصح، لكن هي لازم تتوجع عشان تتعلم، لانه مهما انا قلت لها هي لازم تتعلم بنفسها. امي زمان كانت بتتغاظ مني لما مثلا تيجي تقول، تيجي الاقي جمانة رايحه تمسك كوبايه سخنه، فماما تقعد تقولها لا لا، طب ما هي من ورايا، اول ما تلاقي الكوبايه لوحدها هتمسكها، وانا مش معاها يعني مش معاها طول الوقت. لكن كنت بقولها ايه، طب اوكي، بس انا يعني مراقبه من بعيد، هحسسك ان هي عايزه تمسكي دي. أوه. بس دي سخنه هتوجعك. لا عايزه، طب اوكي اتفضلي، هتروح هتمسكها هتتلسع، مش هتكررها تاني. مزبوط. لا من قدامي ولا من ورايا. مزبوط. صح، ده كلام. بس انا لازم ابقى مراقبه من بعيد. طبعا. يعني مش هعمل كده واسيبها بقى تتحرق. أيوة. لا 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 طبعا. لازم ابقى موجوده ورا براقب، ورا اشوف ان الكيس لو بقت كارثه الحق اتدخل.